حل دورة العام الجامعي 2019-2020 في المحاسبة التحليلية 1. المسألة الأولى: أنتجت منصة الغريزي وباعت 80,000 وحدة من منتجها الوحيد بسعر $250 للوحدة، ويتطلب إنتاج الوحدة 1.5 كيلوغرام من المواد الأولية، ربع ساعة عمل، 1.5 عمل في مركز الإنتاج، وتبلغ التكلفة المتغيرة لتوزيع الوحدة $15، ويبلغ مجموع التكاليف الثابتة 9 مليون. أول شيء إعداد حساب النتيجة التفاضلية. عم بيقول يتطلب إنتاج الوحدة، مش إني أنتج 80,000 وحدة، بس عم بيقول لي قد إيه يتطلب إنتاج الوحدة. 1.5 كيلوغرام من المواد الأولية، يعني 80,000 وحدة يتطلب 1.5 ضرب 80,000، 120,000 كيلوغرام، هذا المواد الأولية. لما يكون إنتاج الوحدة يتطلب ربع ساعة عمل، يعني إنتاج 80,000 وحدة يتطلب 80,000 ضرب ربع يساوي 20,000 ساعة. ولما يكون إنتاج وحدة يتطلب 1.5 وحدة عمل، 80,000 يتطلب 80,000 ضرب 1.5. حتى أعمل حساب النتيجة التفاضلية هنعمل نحسب عناصر التكاليف المتغيرة خارج الجدول، نرجع نفوت بالمجموع على الجدول. يعني هنعمل الآتي: عناصر التكاليف المتغيرة هي المواد الأولية المستخدمة والأجور المباشرة والتكاليف الصناعية غير المباشرة وتكاليف التوزيع المتغيرة. عندي 120,000 كيلوغرام من المواد الأولية، عندي 20,000 ساعة عمل مباشر، وقال لي إنه هني بكلف توزيع الوحدة المباعة 180,000، يعني هن بهن بايعين 80,000 وحدة، 80,000 هذه بقيناها 80,000. هون حولنا هدول كيلوغرامات، 120,000 كيلوغرام. يعني إذا أنا جيت هون زدت عمود، هول 120,000 كيلوغرام، وهيدي 20,000 ساعة، وهي 120,000 وحدة عمل، وهي وحدة مباعة 80,000 وحدة مباعة. هو قال لي إنه الكيلو بتاع المواد بكلف 25، وأجر الساعة 10. نشوف شو قايل الباقي. قال أجر الساعة 10، وقال التكلفة المتغيرة لوحدة العمل 30، وتكلفة توزيع الوحدة المباعة 15، تكلفة شراء الكيلو 25، معدل أجر الساعة 10، التكلفة المتغيرة لوحدة العمل 30، تكلفة التوزيع 15 للوحدة. هذه 80,000 هي مش مجموع، هي دول 80,000 مش مجموع، هول 80,000 هي 80,000 وحدة مباعة، هي منا مجموع اللي فوق. يعني التكلفة المتغيرة للوحدة يساوي 8 مليون على 80,000 يساوي 100. هاي طلعت معني عناصر التكاليف المتغيرة، اشتغلناها من خارج حساب النتيجة التفاضلي. هلا حفوت على حساب النتيجة التفاضلي اللي يحتوي على الآتي: حساب النتيجة التفاضلية، كم وحدة بعنا وبدي سعر بيع الوحدة، سعر بيع وبعنا 80,000 وحدة، سعر بيع الوحدة 250، هو سعر بيع الوحدة 250، إذا 80,000 ضرب 250 20 مليون. هلا التكاليف المتغيرة جبناها هذه من فوق 80,000، 80,000، وجبنا هاي المجموع من هون 8 مليون. يعني التكاليف المتغيرة 8 مليون قسمي 80,000 يساوي 100. هلا هامش التكاليف المتغيرة يساوي رقم الأعمال ناقص التكاليف المتغيرة. 80,000 هي دايما عم بحط 80,000 اللي هي عدد الوحدات المباعة. هامش التكلفة المتغيرة للوحدة يساوي الهامش الإجمالي على الحجم، أو هي سعر بيع الوحدة ناقص تكلفة التغيير للوحدة. تكلفة سعر 9 مليون، هو قال لي تكلفة سعر 9 مليون. النتيجة بتكون هامش التكلفة المتغيرة ناقص التكلفة الثابتة 3 مليون. هلا إذا أنا بدي أحسب التكلفة الثابتة للوحدة، التكلفة الثابتة للوحدة يساوي 9 مليون على 80,000. إذا بدي أحسب ربح الوحدة، ربح الوحدة يساوي 3 مليون على 80,000، 37.5. إذا بدي أحسب النسب المئوية، 8 مليون على 20 مليون، 12 مليون على 20 مليون، هذول طالما أنه هي اللي عم ينسب لها فهي 100%، 20 مليون على 20 مليون. هلا هول إذا بدي أحسب له النسبة ما في لزوم، بس ماشي الحال، 45%، 15%. هلا الثوابت في التحليل المحاسبي، الثوابت هاي ثوابت سعر بيع الوحدة، ثوابت التكلفة المتغيرة للوحدة، هامش التكلفة المتغيرة للوحدة، مجموع التكاليف الثابتة، نسبة التكاليف المتغيرة، نسبة هامش التكاليف المتغيرة. أما رقم الأعمال فمش ثابت، مجموع التكاليف المتغيرة أكيد مش ثابت، هامش التكاليف المتغيرة أكيد مش ثابت،
التكلفة الثابتة للوحدة واحدة مش ثابتة، ربح الوحدة مش ثابت، يختلف هذه الأشياء تختلف باختلاف حجم الإنتاج والبيع. اشتقاق إعداد حسب اشتقاق دالة التكاليف، دالة التكاليف إذا صاد وسين، صاد يساوي التكلفة المتغيرة للوحدة اللي هي 100 سين زائد مجموع التكاليف الثابتة اللي هي 9 مليون، هاي دالة التكاليف. جبناها هاي التكلفة المتغيرة للوحدة 100، وهي مجموع التكاليف الثابتة. دالة الربح صاد يساوي هامش التكلفة المتغيرة للوحدة اللي هو 150 ناقص التكاليف الثابتة اللي هي 9 مليون. هامش التكلفة المتغيرة للوحدة أكيد مضروب بالحجم اللي هو سين، يعني حتى يكون الهامش الإجمالي ناقص التكاليف الثابتة. هاي دالة الربح. عتبة الربحية بالكمية، عتبة الربحية بالكمية، التكاليف الثابتة هامش الوحدة يطلع عتبة الربحية بالكمية. التكاليف الثابتة اللي هي 9 مليون، هامش الوحدة اللي هو 150، عتبة الربحية بالكمية اللي هي 9 مليون نص من 150 60 ألف. يعني إذا باعت هذه المؤسسة أنتجت وباعت 60 ألف وحدة فلا تحقق أرباحا، لا تقع في خسائر، وتبدأ بتحقيق الربح عندما يتجاوز الحجم 60 ألف وحدة. هذه عتبة الربحية بالكمية. هلأ عتبة الربحية بالقيمة، التكاليف الثابتة برضو على نسبة الهامش، نسبة الهامش اللي هي 60%، يطلع عتبة الربحية بالقيمة 15 مليون. يعني إذا بلغت المبيعات 15 مليون دولار فهذه المؤسسة لا تحقق أرباح ولا تقع في خسائر، وتبدأ بتحقيق الربح عندما تتخطى المبيعات 15 مليون دولار. عتبة الربحية الزمنية بافتراض انتظام المبيعات. هلا بافتراض انتظام المبيعات في كمان أول التكاليف الثابتة على الهامش الشهري للتكاليف المتغيرة. الهامش الشهري اللي هو 12 مليون على 12 يساوي عتبة الربحية الزمنية افتراض الانتظام. 9 مليون على مليون يساوي 9 أشهر، بيكون خلص شهر أيلول. طبعا عتبة الربحية الزمنية هي تتحسب كمان عتبة الربحية بالكمية، كمية المبيعات. عتبة الربحية بالكمية يساوي 60 على 80 ضرب 12، 60 ضرب 12 قسمي 80 يساوي 9 أشهر. أو عتبة الربحية الزمنية، عتبة الربحية بالقيمة، قيمة المبيعات الفعلية. إذا قلنا عتبة الربحية بالقيمة اللي هي 15 مليون، قيمة المبيعات الفعلية اللي هي 20 مليون. إذا جينا نحن قلنا هون 15 ضرب 12 قسمي 20 بلغوا 9 أشهر. طبعا أكيد نحن بنبقي وحدة مش إنه بنعملهم ثلاثتهم. هامش الأمان، هامش الأمان يساوي قيمة المبيعات الفعلية ناقص عتبة الربحية بالقيمة يساوي هامش الأمان. قيمة المبيعات الفعلية اللي هي 20 مليون، عتبة الربحية بالقيمة اللي هي 15 مليون، يعني هامش الأمان يساوي 20 ناقص 15 يساوي 5 مليون. يمكن أن تنخفض مبيعات هذه المؤسسة 5 مليون عما هي عليه الآن على 20 مليون، يعني من دون الوقوع في خسائر. هذا هامش الأمان. مؤشر الأمان، مؤشر الأمان هو هامش الأمان على قيمة المبيعات الفعلية. هذا مؤشر الأمان. 5 مليون على 20 مليون 25%. يمكن أن تنخفض مبيعات المؤسسة بنسبة 25% عما هي عليه الآن من دون الوقوع في الخسائر على 20 مليون. عمل الرافعة مع التفسير. عمل الرافعة يساوي هامش التكاليف المتغيرة على النتيجة 12 مليون 8 مليون. الرافعة التشغيلية يساوي 12 قسمي 9 يساوي 4. إن تغير المبيعات بنسبة معينة يؤدي إلى تغير الأرباح بنسبة التغير في المبيعات ضرب 4. وقلنا نحن في علاقة بين هذين. مؤشر الأمان يساوي 1 على الرافعة، والرافعة يساوي 1 على مؤشر الأمان. 1 على 0.25 يساوي 4، و1 على 4 يساوي 0.25. احتساب حجم الإنتاج والبيع الذي حقق أرباحا بمبلغ 60 مليون. التكاليف الثابتة
الربح المستهدف، التكاليف الثابتة والربح المستهدف. هامش الوحدة، التكاليف الثابتة 9 مليون، الربح المستهدف 6 مليون، الحجم اللي نحن بدنا إياه، الحجم الذي يحقق ربح مستهدف يساوي 15,550,000، بحاجة نبيع 100,000 وحدة لحتى نقدر نربح 60 مليون. احتساب رقم الأعمال الذي يحقق أرباحها بنسبة 30% منه، التكاليف الثابتة، نسبة هامش التكاليف المتغيرة، نسبة الربح المستهدف، نسبة الهامش مطروحة منها نسبة الربح المستهدف يساوي 0.6 ناقص 0.3، يعني يساوي 0.3. المبيعات اللي بتحقق أرباح بنسبة 30%، 30 مليون، بدنا نبيع ب 30 مليون لنقدر نربح 30 مليون. شو في بعد؟ احتساب عتبة الربحية الزمنية بافتراض أن المبيعات لم تكن منتظمة بل موزعة كما يلي: 30 20 15 15. إذا كانت المبيعات موزعة، يعني إذا بدي أحسب قد إيه متجمعة لغاية ما يكون الفصل الأول خلص، كل مجمع متجمعة صاروا 30، لما يخلص الفصل الثاني يكونوا صاروا 30 زائد 20، لما يخلص الفصل الثالث يكونوا صاروا 50 اللي هي متجمعة زائد مبيعات الفصل الثالث اللي هي 15، لما يخلص الفصل الرابع يكونوا متجمعة زائد مبيعات الفصل الرابع 80. هلا نحن بدنا 60,000، نحن عندنا كمية المبيعات التعادل 60,000، يعني بيخلص الفصل الثاني بعد ما وصلنا، بيخلص الفصل الثالث بنكون وصلنا. هلا لما يخلص الفصل الثالث بيكون بعد ناقصنا 60,000، يعني لسه ناقص 10,000 وحدة يعني خلال الفصل الثالث. هلا إذا افترضنا إنه مبيعات الفصل الثالث منتظمة، 10 مقسومة على 15 بيكونوا سدس، وإذا ضربناهم بعدد أشهر الفصل الثالث اللي هي 3 بيطلع شهرين، بده يكون مرق شهرين من الفصل الثالث بآخر آب. هلأ إذا بدي أحسب بالأيام نقسم هذه 10 على 60، بس بضرب هون بدل 3 أشهر بالفصل 90 يوم بالفصل، بيكون بيلزمني 60 يوم من الفصل الثالث. هاي الحل، حل المسألة الثانية. بدو يعني أعمل له بطاقة المخزون بطريقة الوارد أولا صادر أولا. أنا بطاقة المخزون بطريقة الوارد أولا صادر أولا بدي أقسم تاريخ بيان، تاريخ وبيان، وارد 3 أعمدة، صادر 3 أعمدة، رصيد 3 أعمدة. هبلش أول شيء بمخزون أول الشهر. مخزون أول الشهر نحطه بأعمدة الرصيد، هو قال لي إنه مخزون أول الشهر 5 طن، 5 ضرب الطن ب200، يعني 5 ضرب 200. هلا هذا بواحد. هلا بعدين في عندي ب4 6 استخدام 1 طن، هاجي اوقف هون بالصادر بحط 1 طن، وما عندي غير هالسعر الوحيد اللي هو 200، اللي هو 200 بيكون الصادر يساوي 1 ضرب 200 يساوي 200. هلا الرصيد يساوي 5 ناقص 1، والـ200 اللي كانت السعر الوحيد اللي موجود حاليا بيكون صار الرصيد 5 4 ضرب 200، اللي هو 800. هلا في عندي بعدين وارد 2 طن، طن ب203، حوقف بالوارد، هقول 2 طن، طن ب203، يعني كلهم يساوي 2 ضرب 203 406. هاجي على الرصيد ما حاجمعهم،
هقول ان انا كان عندي اساسا هول 4 200 800، 4 ضرب 200 يساوي 800، وهلا دخل هدول اللي قاعدين هون اللي هلا دخلوا 200 203 460. مخزون مكون من شريحتين، 4 طن والطن ب 200 و2 طن والطن ب 230، ايه 2 طن والطن ب 203. هذا الوارد بقسيمة وارد رقم 3. هلا استخدام، بنشوف شو هو الاستخدام. إذا صرف 3 طن، 3 طن نحن هلا عم نقول بطريقة الوارد أولا الصادر أولا، يعني 3 بده يطلعوا من أقدم شيء موجود. هل يا ترى الأقدم شيء موجود بكفي ليطلع منه 3؟ إيه بكفي، هني 4. إذا 3 ب 200، 3 ضرب 200 يساوي 600. نجي لهون بنقول 4 هول راح منهم 1، يعني صار 1 ضرب 200، واللي اجوا وراهم بعد ما بدينا ايدنا عليهم اللي هن 4، اللي هن عفوا 2 ضرب 203. اوكي، هلا هيك الوضع صار. هيدا اليوم صار المخزون شريحتين، شريحة هي طن، الطن الواحد ب 200، الشريحة اللي فاتت بعدها اللي هي 2 طن الطن الواحد ب 230. بعدين اللي عاد صار دخل سبعة طن. هقعد هون وقول انه دخل 7 طن. الطن الواحد بقديش؟ ب 205، هضرب ب 205. بيكون صار المخزون الشريحة القديمة اللي كان بعد في منها 1، والشريحة اللي تحتها اللي هي 2 طن، الشريحة اللي هلأ دخلت اللي هي 7 طن. طيب هيك صار هلا المخزون شرائحه. ب 20/6 صار في استخدام 5 طن، استخدام 5 طن ب 20/6. هقول أول شيء وارد أولا، يعني أو حيظهر أول شيء هذه أول وحدة اللي فاتت واللي ظهرها، والتانية كمان بدها تطلع اللي هي هاي الشريحة اللي وراها مباشرة. بتصير الترتيب الخروج بترتيب الدخول، هاي أول وحدة فاتت، أول وحدة تظهر وراها هذه اللي هلا عم ظهرها الآن. 2 ب 203. أنا عم تقول لي استخدمت 5 طن، يعني الخمسة يعني بعد هاي 1 وهاي 2، يعني بعد في 2 حتاخدها من هذه الشريحة الأخيرة اللي شاري الكيلو منها بقديش؟ ب 205، يعني 2 ضرب 205. هذه الشريحة معك موجودة، هاي الشريحة معك موجودة، وهي الشريحة معك موجودة، وهي الشريحة ام 7 بعد في منها 5 بس، 7
سبعة ناقص اثنين، هي سعر الكيلو بتاع 250، يعني المخزون صار عبارة عن شريحة واحدة اللي هي 5 طن، الطن ب 205 كلهم 1025. وارد وارد ب 22 الشهر، في وارد ستة طن، الطن ب 206، هاجي وقف هون بعملة الوارد، حول 6 طن، طن ب 206، 6 ضرب 206 يساوي 1236. المخزون صار رجع شريحتين، هيدي الشريحة اللي باقي منها 5، وهي الشريحة اللي هلا دخلت. هاي الوضع الحالي، مخزون شريحتين. 24/6 شو صار؟ 24/6 استخدام 7 طن. 7 طن في الشريحة القديمة اللي باقي منها 5، حطلعها كلها. إنه هي أعتى شيء عندي. يعني هذا هو 2، إذا استخدام 7، استخدام 7 طن ب 24، 5 من المجموعة القديمة كلها، وبعدين 2 طن من المجموعة اللي بعدها. اوكي، هلا في عندي استخدام 1 طن، مخزون بس ما في غير شريحة واحدة، وبالتالي ما حاحتار. 1 ضرب 206 المخزون صار 4 ناقص هذه الواحد اللي طلعت هلا، اللي هي ب 206. المخزون شريحة واحدة هي عبارة عن 3 طن، الطن بواحد 206. هلا دخل ب 28/6، رجع دخل الوارد 3 طن، الطن ب 204، رجع نزل مرة تانية 3 ب 204، المخزون رجع شريحتين، الشريحة هاي اللي كانت موجودة فوق اللي هي 3 206 كلهم ب 618، والشريحة اللي هلأ دخلت اللي هي 3 هاي ب 204 ب 612، هاي بطاقة المخزون. إذا بدي أجي أجمع الكميات الوارد، كميات الوارد 18، إذا بدي أجمع تكلفة الوارد، تكلفة الوارد 3689. شيء اختلف هون، نعم نعم 230 406،
سبعة ميتين خمسة ألف وأربعمية خمسة وتلاتين، ستة ميتين ستة ألف ميتين ستة وتلاتين، تلاتة ميتين خمسة، ميتين خمسة إلى ميتين وأربعة. كمية الصابر 17 تكلفة الصادر 3459، المخزون ده ما بيتجمع كل العمود، ده بيتجمع بس أول آخر اتنين، آخر يعني آخر أرصدة. أنا بدي أتأكد، بدي أقول كمية مخزون أول المدة، كمية مخزون أول المدة 50، كمية الوارد، كمية الوارد 18، كمية الصادر، كمية الصادر 17. إذا قلنا كمية مخزون أول المدة زائد كمية الوارد ناقص كمية الصادر يساوي كمية مخزون آخر المدة، هذا بالنسبة للكمية. بالنسبة للقيمة، تكلفة مخزون أول المدة ألف، تكلفة الوارد 3689، تكلفة الصادر 3459، مخزون أول المبدي زائد الوارد ناقص الصادر يساوي مخزون آخر المبدي اللي هو 1230. كان هون في عنا حل المسألة الثانية، إعداد بطاقة المخزون المادة الأولية عن شرح سعرا وفقا لطريقة الوارد أولا الصادر أولا. هاي شرحنا عناصرها وعملنا التحقق فيها. حل المسألة الثالثة، شوف شو هي المسألة الثالثة. تنتج مؤسسة لين حمدان منتجا رئيسيا ألف في المشهد واحد ويصاحب إنتاج المنتج الرئيسي الحصول على منتج فرعي فا، يتعرض بعد انفصاله عن المنتج الرئيسي لمعالجة تكميلية في المشهد اثنين لجعله قابلا للبيع، والآتي بعض البيانات. تكلفة المعالجة الإضافية للمنتج الفرعي، يباع المنتج الفرعي بسعر 25 دولار، وتقدر التكلفة خارج الإنتاج بمبلغ 5 دولار للوحدة، ويبلغ معدل الربح 50% من سعر البيع. إنتاج الشهر من المنتج الفرعي القابل للبيع 4000 وحدة. مطلوب تحديد تكلفة إنتاج المنتج الفرعي الخام، أي الخام يعني أي عند نقطة الانفصال. هو بينباع ب 25 دولار وهن 4000 وحدة. 4000 ضرب 25 يعني هينباع ب 100000. التكلفة خارج الإنتاج عم بيقول 5 دولار للوحدة، يعني 4000 ضرب 5 يساوي 20000، وبيقول عم بيربح، هو بيربح 25% من سعر البيع. 25% من ال مش 25%، 20% من سعر البيع، 20% من 100000، 20000 وحدة. يعني إذا بدنا نمشي بالطريق العكسي للتكلفة، تكلفة الإنتاج يساوي إيراد البيع ناقص التكلفة خارج الإنتاج ناقص الربح. تكلفة الإنتاج يساوي إيراد البيع ناقص التكلفة خارج الإنتاج ناقص الربح. 100000 ناقص 40 يساوي 60. بس هذه تكلفته جاهز للبيع، مش تكلفته المشتركة مع الرئيسي. في جزء منه مشترك مع الرئيسي، في جزء منه خاص فيه اللي هي تكلفته بعد ما تعالج. هو قد إيه كلفت معالجته؟ هو عم بيقول كلفت معالجته 4 × 6، كلف معالجته 10000. ستين ناقص عشرة يساوي 50000. هاي تكلفته المشتركة مع الرئيسي، تكلفة إنتاج المنتج الفرعي الخام عند نقطة الانفصال، يعني الجزء اللي كان مشترك مع الرئيسي، يعني الجزء
اللي نحن فصلناه عن تكلفة الإنتاج المشترك. الجزء الذي يخص على 50,000 هي الجزء الذي يخص المنتج الفرعي من تكلفة الإنتاج المشتركة. طيب لكن لما يكون في عندي هيك حالة، أول شيء بحدد تكلفة الإنتاج التقديرية بالطريق العكسي للتكلفة. الطريق العكسي للتكلفة إنه أشوف قديش بينباع، بشيل منهم قديه تكلفته خارج الإنتاج، توزيع أو غير توزيع، وقديه ربحه لما آخذ إيراد البيع، نقص منه التكلفة خارج الإنتاج ونقص الربح بيطلع معي تكلفة الإنتاج. تكلفة الإنتاج إذا له معالجة إضافية لحاله بشيلها، بيطلع معي تكلفة إنتاجه اللي هي الجزء الذي يخصه من تكلفة الإنتاج المشتركة. تكلفته لما كان خام قبل ما يتعالج، تكلفته عند نقطة الانفصال. المسألة الرابعة، تنتج مؤسسة ناجي قشوع المنتج الوسيط عين في المشغل رقم واحد باستخدام المادة الأولية ميم، وينتقل المنتج الوسيط إلى المخزون ويتسلم المشغل اثنين حاجته من المنتج الوسيط من المخازن لإنتاج المنتج النهائي جيم، ويضيف من أجل إنتاجه المادة الأولية نون. في 1/5 كان المخزون من المنتجين على النحو التالي: منتج وسيط 3000 كيلوغرام بتكلفة إجمالية 105، منتج نهائي 5000 كيلوغرام بتكلفة إفرادية 45، وفيما يلي تكاليف الإنتاج في شهر أيار نون. المشغل رقم واحد استخدام 12500 كيلوغرام من المواد الأولية، 9000 ساعة عمل، تكاليف إنتاج غير مباشرة، وأنتجوا 12,000. إذا هلأ بدي أحدد تكلفة إنتاج المنتج الوسيط اللي هو مواد أولية مستخدمة 12500 كيلوغرام ضرب 9، أجور مباشرة 9000 ساعة ضرب 5، تكاليف صناعية غير مباشرة 262,500. هاي عناصر. بيطلع مجموع 420,000. هلا 420,000 هي تكلفة إنتاج 12,000 كيلوغرام. مين قال؟ هو قال 12,000. إنتاج 12,000 كيلوغرام. هلا راح المنتج الوسيط راح على المخازن، ما راح، ما تسلموا المشغل اثنين. فقال لي احسب لي المتوسط المرجح لتكلفة الإنتاج المنتج الوسيط. أنا بعرف إنه كان في منتج وسيط أول الشهر 3000 بتكلفة إجمالية 105، وهلا أنتجنا 12,000 بتكلفة إجمالية قديش؟ تكلفة إنتاج إجمالية 420. فالمتوسط المرجح يساوي تكلفة مخزون أول الفترة زائد تكلفة إنتاج الفترة على كميتهم. 105 زائد 420 على 3 زائد 12 يعني 525 على 15 يساوي 35 دولار. هلأ بده يستلم المنتج الرئيسي، المنتج النهائي بده يستلم من المنتج الوسيط. استلم 14,000 كيلوغرام. هو مين قال انه استلم 14,000 كيلوغرام؟ هو قال وين؟ نشغل اثنين استخدام 14,000 كيلوغرام من المنتج الوسيط، وزاد هو 8,000 كيلوغرام مواد من مادة تانية. لكن 14,000 كيلوغرام بالمتوسط اللي هو انحسب هون 35، زاد مادة تانية 8 بكلفة 4، شغل العمال 4,000 ساعة ودفع على الساعة 5، وبلغت التكاليف الصناعية غير المباشرة 458، بيكون مجموع تكاليف الإنتاج مليون. هالمليون إني عبارة عن تكلفة 20,000 وحدة. خلينا نقول 20,000 وحدة، 20,000 كيلو، خلينا نقول نشوف شو قايل. إذا 20,000 كيلوغرام إنتاج 20,000 كيلوغرام، تكاليف صناعية غير مباشرة 458، 4,058 بأربعة. قال لي بدي كمان متوسط المرجح. تكلفة مخزون أول فترة هو اللي 225,000 تكلفة مخزون أول فترة من المنتج النهائي. وين قال هالكلام؟ هلا هول مليون، مليون و20,000 هدول اللي من هلا بعدنا جايبينهم،
المليون اللي احنا حسبناه 20,000 هو أعلى من 21,000. خلينا نشوف إذا 5,225 وين أعلى. مشغل اثنين إنتاج 20,000 كيلوغرام من المنتج النهائي، 20,000 كيلوغرام. مخزون أول الفترة 5,000 ب45. أوكي، المتوسط المرجح إذا كانت إنتاج المنتج الوسيط، تكلفة مخزون أول الفترة اللي هو 225,000، تكلفة إنتاج الفترة اللي هو مليون، كمية مخزون أول الفترة 5,000، وكمية إنتاج الفترة اللي هو 20,000. هدول معطات 5,000 و20,000 هي معطات، طلعوا 1,225,000 على 25,000، بيطلع تكلفة المتوسط المرجح إذا كانت إنتاج المنتج النهائي. مش بسيط. مسألة الخامسة، في ميالي البيانات المتعلقة بتكلفة بتكلفة إحدى الطلبيات وإيراد بيعها في مؤسسة دانيا زيدان. المواد الأولية 90، الأجور 30، التكاليف الصناعية غير مباشرة 150 من التكاليف الإنتاج المباشرة، التوزيع 5% من إيراد البيع، تكاليف أخرى خارج الإنتاج 5% من تكلفة الإنتاج، الربح 25% من إيراد البيع. خلينا نجيبهم معنا بس مشان ما نرجع نطلع وننزل. هول صغار يعني جايبوا كلهم. تكاليف الإنتاج المباشرة يساوي المواد المباشرة زائد الأجور المباشرة. يعني تكاليف الإنتاج المباشرة يساوي، أنا أزيد أشياء للتوضيح بس مش لأنه الحل ناقص، 90,000 زائد 30,000 يساوي 120,000. هلأ التكاليف الصناعية غير المباشرة، التكاليف الصناعية غير المباشرة يساوي تكاليف الإنتاج المباشرة ضرب 150%، ناقص قصدي 5، يعني يساوي التكاليف الصناعية غير المباشرة يساوي 120,000 ضرب 1.5 يساوي 180,000. تكاليف الإنتاج يساوي تكاليف الإنتاج المباشرة زائد التكاليف الصناعية غير المباشرة يساوي، يعني التكاليف أخرى خارج الإنتاج يساوي تكلفة الإنتاج ضرب 5% هو أقل، يعني تكاليف أخرى خارج الإنتاج يساوي 300,000 ضرب 5% يساوي 15,000. هلأ إذا قلنا إيراد البيع يساوي س، إيراد البيع يساوي تكلفة الإنتاج زائد التكلفة خارج الإنتاج زائد الربح. تكلفة خارج الإنتاج يعني خلينا نقول تكلفة التوزيع زائد تكلفة أخرى خارج الإنتاج. نعم نزيد أشياء بس حتى تكون عناصر اللعبة واضحة للجميع. لكن إيراد البيع يساوي س، 300,000 اللي هي تكلفة الإنتاج، 5% من س اللي هي تكلفة التوزيع، تكلفة التوزيع 5% من إيراد البيع، التكلفة الأخرى خارج الإنتاج 15,000 لأنه هي مربوطة بتكلفة الإنتاج، تكلفة الأخرى خارج الإنتاج هي 5% من تكلفة الإنتاج 15,000، والربح 25% من سعر البيع، الربح يساوي 25% من إيراد البيع. فتكونت عناصر اللعبة، إيراد البيع يساوي س، تكلفة الإنتاج 300,000، تكلفة التوزيع 5% من إيراد البيع، التكلفة الأخرى خارج الإنتاج 15,000 اللي هي تحددت هون 5% من تكلفة الإنتاج، والربح اللي هو 25% من إيراد البيع. يعني في عندي هناخد 0.3 الناحية التانية،
بتصير عندي سين يساوي 315,000 اس من صفر قاسي 7. لما اطرح هاي هون في عندي واحد سين صفر قاسي 30 بيطلع صفر قاسي 7 سين 315,000 سين يساوي 315,000 اس من صفر قاسي 7، يعني ايراد البيع 450,000. إذا إيراد البيع 450,000 يعني تكلفة التوزيع بيساوي 450,000 ضرب 5% يساوي 22,500. بعمل جدول إيراد البيع، ببلش بفتح بإيراد البيع، مواد أولية مستخدمة والمواد هاي والتكاليف الصناعية غير المباشرة هو اللي بيشكلوا تكاليف الإنتاج. زيادة عن تكلفة التوزيع اللي هي 22,500 والتكاليف الأخرى خارج الإنتاج، مجموع هدول مع بعض اسمهم التكاليف خارج الإنتاج، تكاليف التوزيع والتكاليف الأخرى خارج الإنتاج. التكلفة النهائية هي تكلفة الإنتاج زائد تكاليف خارج الإنتاج 300,000 زائد 37,500. التكلفة النهائية هذه هأطرحها من إيراد البيع ليطلع معي النتيجة. نحن هون عملنا عمود خاص بالإيراد لحتى أشتغل كل شيء وأوصل آخر شيء، أوصل التكلفة النهائية وأطرحها من الإيراد ليطلع معي النتيجة. بجمعها هون، بجمع النتيجة النهائية اللي عفوا التكلفة النهائية اللي هي تكلفة الإنتاج زائد التكلفة خارج الإنتاج، بعد ما تنجمع بطرحها من الإيراد البيع وتطلع معي الربح.